الشعب يسعى الحماس العالي في نخم قسطاد، الحمد لله تحية الجزائر. اليوم لقد قمنا بإحياء ذكرى السبعين للفاتح أول نوفمبر، فلقد قمنا بهذه الاحتفاليات الكبيرة التي ضمت الألعاب النارية وحضور الجمهور القوي الذي كان معنا، يعني كان في الصورة الجيدة، وهذا شرف لنا وشرف للجزائر، ولكي نعلم أن الجزائر لقد حررت بأيادي الشهداء ضد العدو الغاشم. والمجد والخلد لشهدائنا الأبرار، وتحية الجزائر. شكرا لكم. أقلق نود لواش اللي مزيان نصفر حيث نصفر حنا دما من كني ذي مقران نصفر حنا. الحمد لله، تحية الجزائر وتحية الجزائر. أول نوفمبر عجبا الحال مليح، نفرج لي في الميجان فرح كل نسد نفرج. في أول نوفمبر عجبا الحال، نصدق لي في الميجال عجبا الحال، ولينا خمنا في البيان. السلام عليكم. كان عرس في القمة، وخصوصا الألعاب النارية اللي أبهرت يعني الجميع. كنا جد فرحانين، يعني الشعب اليوم نحى على قلبه كما نقولوا بالعامية. ونشكروا الأمن اللي كان حاضر معنا، نشكروا كامل السلطات المحلية اللي سهرت على باش يكون العرس هذا نجح. ونقولوا بمناسبة نوفمبر، ذكرى نوفمبر، نقولوا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحية الجزائر.